السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. وصفتنا لهذا النهار دي بريوش او لا فطائر على هذا الشكل، هذا كيجيو اكثر من رائعين. عندي هنايا محشيه بالكريمات الباتيسير وبالشوكولات، هذه بالشوكولات، يعني درت جوج الانواع او جوج ديال الاشكال، شويه عمرته بالشوكولات وشويه عمرته بالكريمه الباتيسير والزبيب او لا العنب المجفف. دوزو نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه والمقادير ديال هاد البريوش او لا هاد الفطائر اللي كيجيو على شكل دي كرواسون او لا هلاليات. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نحضروا الكريمه الباتيسير وغادي نخليوها تبرد على جنب. لهاد الكريمه غادي نحتاجو، عندي هنايا 4 لتر ديال الحليب، يعني ماشي نص لتر، 4 لتر يعني كاس كبير ديال الحليب. غنحتاج معاه جوج معالق كبار ديال السنيده، سكر حبيبات، وكنسموها بطبيعه الحال يا اما بقشور ديال الحامض يا اما بالفانيلا اللي توفر لكم. انا كتعجبني قشور ديال الحامض، غادي ندير الفانيلا وغادي ندير قشور ديال الحامض، ما عنديش مشكل. غادي نحتاج واحد المعلقه كبيره ديال بودره النشا يعني مايزينا، وثلاثة ديال الصفر ديال البيض، هما هادو قصتهم هنا بشويه النشا. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نشد هاد الفانيلا، وغادي نديرها مع الحليب، وغادي ندير معها حتى هاد القشور ديال الحامض، وغادي نديرهم على البوطه يغلاو بهذه الطريقه، هذه على هذا الشكل، هذا غادي نديرهم يغلاو مع بعضياتهم. الوقيت اللي عندنا الحليب كيفيض كناخذ هنايا سكر سنيده جوج معالق كبار، وغادي ناخذ معلقه هنايا هذه عبرت بها نيت النشا، زيت بها النشا، ناخذ غير معلقه كبيره ديال النشا عامره، غادي نخلطهم مع بعضياتهم هكا، وغادي نضيف ليهم صفر ديال البيض على هذا الشكل. غادي نحركوهم هكا حتى كيدوب السكر والنشا في الصفر ديال البيض. هذه الطريقه ديال الكريمه الباتيسير كتجي ممتازه ان شاء الله، غادي نتوليو معتمدينها. كيف قلت الحليب عندي راه كيفيض، غير كندمجوهم مع بعضياتهم هكا حتى كيوجد الحليب. انا كنفضل هاد الكريمه ديال اللي كنصايبو على يدينا، كنفضلها على اننا نديرو الكريمه ديال كريمه الباتيسير بودره. الحليب ديالي هنايا بعد ما غلى على هذا الشكل، وكنجيبو وكنبدا نفرخو بسرعه على هاد الخليط ديال البيض، يعني على هذا الشكل هذا بسرعه. كتشوفوا معايا كاينين هنايا القشور ديال الحامض، ماشي مشكل، غادي نحيدهم من بعد، وغادي نعاود نرجع هاد الخليط هذا للكاسرول. نكونوا شويه سرع باش ما يطيبش لينا البيض، ونرجع لكل فوق البوطه مع التحريك المستمر على هذا الشكل هذا. انا غادي نرجع الكل فوق البوطه، غادي نشوفوه معايا. شوفوا معايا الكريمه كيفاش كتكون ملسه وكتكون ممتازه عقده، حنا حاجتنا في هاد الفطائر بالكريمه تكون شويه عقده. انا غادي نحطها على جنب وغادي نوريكم كيفاش نحتفظوا بها. دابا الكريمه ديالي بعد ما وجدات، كنجيب واحد الزلافه ولا واحد الاناء وكنفرغوها فيه. هنا راح حيد دوك القشور ديال الحامض، يا دوك الكبار اللي كانوا باينين ليا، دائما انا كنكب معكم بهذه الطريقه، هذه كتجيني عسريه باش تكون مقابله للتصوير. شوفوا معايا الكريمه كيفاش كتكون ممتازه، هذه الكريمه كريمه الباتيسير. ودابا غادي نجيب واحد البلاستيك غذائي وكنحطوه مباشره يعني ملامس للكريمه باش ما كديرش لينا القشره من الفوق على هذا الشكل هذا. كنحطوه يعني واخا هي سخونه كنحطوه ملامس ليها على هذا الشكل هذا، وغادي نحتفظ بها في الثلاجه، نخليها هنايا على جنب حتى كتبرد، يعني كتنقص شويه من الحراره ديالها، وغادي نحتفظوا بها في الثلاجه وندوزو نصايبوا الوصفه مع بعضياتنا.
المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الفطائر اولا البريوش المعمر بالكريمه، غادي نحتاجو ليه هنا 4 الكيسان ديال الدقيق الفرص، عبرتهم بهاد الكاس هذا تقريبا بحال الكاس ديال العنبه، 4 الكيسان ديال الدقيق الفرص مغربلين، واحد ساشيا ديال الفاني اولا بودره الفاني. عندي هنايا 90 غرام ديال سكر سنيده، سكر حبيبات يعني كاس صغير ديال سنيده، جوج بيضات. عندي هنايا نص خميره يعني نحتاج 4 غرام تقريبا في الخميره ديال الحلوه، وعندنا قبيصه ديال الملح كنقادو بها الذوق في المخبوزات. وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره معجونه، درت معلقه صغيره ديال الخميره معجونه لان الجو سخون بزاف، دائما كنمشيو على حسب الجو ونشوفو يعني القياس اللي غادي يخمر لنا هاد الفطائر. غادي نحتاج الكاس ديال الحليب، هنايا عندي كاس ديال الحليب كبير دافي. اول حاجه غادي نبداو بها، غادي ناخذ شويه من هاد الحليب هذا، بسم الله، واحد المغرفه ديال الحليب، وغادي نضيف ليها هاد الخميره معجونه. هاد العمليه كتسرع الاختمار ديال الفطائر، كتجيبهم هشاش. غناخذ شويه ديال سنيده، ما حطيتش معلقه، غير شويه ديال سنيده من هاد الكميه اللي عندي، وغادي نحركهم مع بعضياتهم، كنخليهم على جنب كيتفاعلوا على هاد الشكل. غنزيد شويه ديال الحليب، وغادي نحطهم على جنب. هنايا الدقيق عندي، غادي نضيف ليه الفاني، بسم الله، غادي نضيف ليه هاد السكر سنيده. كتعرفوني كنقص الحلاوه، انا عطيتكم العبار ديال 90 غرام ولكن دائما كنقص انايا شخصيا. غندير نص خماره يعني 4 غرام، وغادي نضيف هاد جوج بيضات لهاد الشكل، بسم الله. وعندي 60 غرام ديال الزبده، ما حطيتهاش لان الجو سخون بزاف وخاصها تكون بارده، يعني انا حاطاها في الثلاجه، منين غادي نحتاجوها غادي نجيبها. 60 غرام ديال الزبده حطها في الثلاجه، كتكون مقطعه قطع يعني صغيره مكعبات اولا مربعات، بسم الله. هنايا غادي نضيف شويه ديال الملحه باش كنصحو الذوق دائما في المخبوزات، وغادي نعجنوها عادي بالحليب. قبل غادي نضيف هاد الخميره هادي، غنتسنى عليها واحد شويه غير تتفاعل مع بعضياتها، وانا غادي نعجنهم بيدي. غادي نضيف دابا هاد الخميره اللي مع الحليب، تفاعلات على هاد الشكل هذا، وكنبداو نضيفو الحليب، بسم الله. كيف عرفتوا دائما كندير يديا، غادي نعجنها عادي. هنايا البيض، ما نزعموش بزاف في الحليب، تقريبا راه قلت غير كاس ديال الحليب اللي غادي نعجنوا به هاد المكونات هادي. غنحتاجوا الزبده لان حتى هي كتزيد ترخف العجينه. ما نحتاج لا عشانه لا والو، غير بيديا هكايا. انا غادي نكمل حتى كتنسجم العناصر يعني وكيتجمع ليا الدقيق. غادي نضيف هنا شويه ونتلاقاو بعد ما نجمعها. شوفوا معايا العجين ديال هاد البريوش اولا هاد الفطائر كيكونوا كيف قلت دائما خفاف. باقي حنا هنايا كاع ما ضفنا الزبده، يعني كنبقاو نرشوا الحليب شويه بشويه، كنردوا البال، يا كل ما كانوا خفاف كيكونوا مزيانين، غير ما نزعموش. في نفس الوقت قلت كاس ديال الحليب، نتوما عينكم ميزانكم، كاس ديال الحليب تقريبا على هاد الشكل. دابا غادي نبدا نضيف الزبده حتى كندلكوها غير على هاد الشكل. هذا هو البليك ديالهم. الزبده عندي هنا 60 غرام كيف قلت، ودائما تكون بارده. غادي نبقى ندخل طريف بطريف، يعني نحط واحد طريف بحال هكا ونحاول ندخلو فيها بنفس الطريقه، يعني نبقى نخبط فيها غير هكا.
حتى كتذوب هذه الكميه الاولى. شوفوا معايا ملي كتبدا تذوب كتزيد الطرخه، غادي نزيد دابا كميه اخرى، ما تكونش دايبه تكون قطع على هذا الشكل. انا غادي نبقى حتى نكمل الكميه ديال 60 غرام ديال الزبده ونتلاقاو ان شاء الله. شوفوا معايا بعد ما دخلت الزبده كامله، شوفوا كيفاش كيولي العجين رخو، يعني واحد العجين قطني على هذا الشكل. هذه هي الكثافه ديالو، خاصو يكون خفيف بطبيعه الحال. دابا غادي نغطيه بلاستيك غذائي وغادي نخليه يخمر ونتلاقاو. العجين ديالي بعد ما خمر هنايا مغطيه بلاستيك غذائي ودير عليه واحد المنديل على هذا الشكل واحد ربع ساعه، غادي نفتح عليه. هنايا عندي عناصر تزيين الكريمه الباتيسير اللي خدمنا مع بعضياتنا هي هذه، وعندي شويه ديال الزبيب اولا العنب المجفف، وشويه ديال الشكلاط، هذا قطع ديال الشكلاط وغير حكيته في الحكاكه عادي. هنايا العجين شوفوا معايا كيكون غادي يكون رخو، وهنايا ها هو خامر شوفوا على هذا الشكل. غادي نجيب واحد شويه ديال الدقيق وغادي نرشه فوق طاوله العمل باش ما يبقاش يلتصق، لانه من الاحسن يكون خفيف باش تكون عندنا نتيجه زوينه على هذا الشكل. نحاول ما غاديش ندخل الدقيق للداخل، ناخذ منه كويرات صغار نصايبهم منه، وكيف قلت نحاولوا ما ندخلوش العجينه للداخل هكايا. غادي ننظف يديا باش نقدر نصايب كويرات، كنجي لهنا هكا وكندير كويرات صغار على هذا الشكل، كنرش دائما الدقيق، نحاولوا ما ندخلوش الدقيق في العجينه غير هكا، واخا كتلتصق ولكن النتيجه ديالها كتكون مزيانه على هذا الشكل. انا غادي نسالي ندير كويرات كلهم بنفس الحجم ونتلاقاو. نحاولوا من كيف كنقولوا ما نتفصوش الخميره اللي فيها، يعني ما خرجت منها الهواء غير واحد شويه في الاول. العجين ديالي هو هذا بعد ما سرحته، شوف معايا كتكون رقيقه على هذا الشكل. غادي نجيب واحد المعلقه من الكريمه، كريمه الباتيسير، شوفوا معايا كيفاش كتكون يعني عقده. ناخذ واحد الكميه غير قليله، ما نكثروش بزاف باش ما تسيحش على هذا الشكل. غادي ندير فوق منها شويه ديال العنب المجفف اولا كيف كنقولوا الزبيب على هذا الشكل. وكناخذ العجين وكنحطوه هنايا على هذا الشكل. كيف قلت يا اما جرارة اولا السكين اولا هاد كوب بيتزا بسم الله، وكندير واحد شريطات على هاد الشكل هذا، كنجرحو بهم يعني العجينه كامله، وكنلوي عندي العجينه بحال هكا، وكنسدو هاد الرؤوس هادو، هاد الاخرين اللي في الاطراف في الجوانب كنسدوهم، كتجي على هاد الشكل. كنتمنى تكون باينه. انا غادي نقادهم حتى نقادهم في الطاوه، وغادي نجمع ليهم هاد الجوانب مزيان، نسدو ليهم الرؤوس ديالهم. شوفوا مع بعضياتنا هاد الشكل عاوتاني الثاني بالشوكولات، يعني نفس الطريقه كريمه الباتيسير. كريمه الباتيسير كتمشى معاها الشوكولات اولا العنب المجفف، هنا عندي غير الشوكولات عادي وحكيته على هاد الشكل، وغادي نلفها بنفس الطريقه، كنسدو دائما الجوانب، كنجيو لهنايا للطرف الاخير
وكندير فيه واحد الشريحات بهاد كوب بيتزا او سكين اللي توفر لنا. نحاولوا نجرحوها مزيان وكنجيب هاد الطرف هذا وكنحطو على العجين ديالي. غادي نسد هاد الجوانب هادو اللي لتحت، نحاول نسدوهم، وحتى هاد الجوانب هادو اللي في الجناب، وكنلفها على هاد الشكل. كنحيدو الا كان عندنا شي حاجه شي فائض في العجين بحال هكا، وكنبقى غاديه حتى كنكمل. كيجيو على هاد الشكل هذا، هذه بيد ما تشد راسها وعاد نقدر نهزها. ها هي عندي هنايا، هذه قبل منها، شوفوا معايا. غادي نستفهم كاملين في الطاوه ونتلاقاو ان شاء الله بعد ما ندهنوهم بالبيض وكندخلهم الفران. الفطائر ديالنا هنايا بعد ما ساليتهم كاملين، عندي هنايا واحد البيضه صغيره درت معها شويه ديال الخل وقطيره ديال الحليب، وكنطربهم على هذا الشكل هذا باش غادي ندهنوهم. ما كنجيو فين نساليوهم يعني ما حدنا كنخدموا فيهم حتى كنلقاوهم تقريبا راهم خمروا، خصوصا دابا الجو سخون، يعني كنأكد على اننا كنسدوا لهم هاد الجوانب هادو، ومنين كيرتاحوا يعني كيعطيونا الطوع اننا نتحكموا فيهم. قبيله ما كانوش كيبانوا لكم فاش كنوجدهم، انا كتكون العجينه باقا مرخيه، دابا فاش خمروا شويه شوفوا معايا كيفاش كيكون الشكل ديالهم. الفران كيكون سخون بطبيعه الحال في الاول حتى كي يعني يسخن مزيان، كنقصوا ليه كندخلوا الفطائر باش كيطيبوا على خاطرهم من الداخل. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي، كنأكد على الدهين جوج مرات. بعد ما طابوا الفطائر ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كيتحمروا. كناخذ شويه ديال المربى، كيبقى اختياري باش كندهنوهم شويه ديال المربى، انا غير دفيته شويه وغادي ندهنوهم على هذا الشكل هذا. كيصلحوا لينا الفطور اولا كيف كنقولوا العشيه، الكسكروت مع القهوه اولا مع اتاي على هذا الشكل. كندهنهم كاملين، بغينا نرشوهم بشويه ديال لي زاموند ايفيلي ممكن، اولا كاوكاو كونكاسي على هذا الشكل. وهما عندنا هاد الفطائر واجدين وبالصحه والراحه، نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالهم اولا في التقديم ديالهم. الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا اللي كيجيو على هذا الشكل هذا، شوفوا معايا كيجيو اكثر من رائعين، ان شاء الله نستمتعوا بهم حنايا والوليدات ديالنا اولا الضيوف ديالنا. نحل لكم شي وحده باش تشوفوها كيفاش كتكون من الداخل، يعني هادو ماشي دي كرواسون، فطائر. شوفوا معايا كيفاش كيكونوا من الداخل، شوفوا كيفاش كيكونوا مهويين. هذه ملي حليت جا فيها شوكولا والكريم باتيسيير، كتجي خاويه من الداخل. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه ديال الفطائر او البريوش، وكيف قلت دائما كيف كنقول دائما عفوا، الى عجبتكم الحلقه ديال هاد النهار او الوصفه ديال هاد النهار ما تردوش تخليوا ليا لايك للتشجيع، التشجيعات ديالكم هي اللي كتخليني نستمر.